حلقة جديدة من زوايا الحدث، أهلا بكم. نخصص هذه الحلقة لمناقشة مشكلة تأخر صرف مرتبات موظفي الدولة. تدور الدوائر على اليمنيين منذ عامين في ظل سلطة الميليشيا، لكنها وصلت ذروتها بعد تنصلها عن دفع مرتبات الموظفين، حيث وصل الحال ببعض الموظفين إلى مرور 3 أشهر منذ استلامهم لآخر مرتب. فبينما تنهش المجاعة أجساد المواطنين في الحديدة وباقي المحافظات، تبدو الميليشيا عاجزة عن دفع مرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، أو هكذا تصور الأمر ظاهريا، بينما تعمد إلى صرف مرتبات أتباعها، وهو ما يعكس مدى تعامل الميليشيا المزدوج مع الشعب. الأمر ينسحب أيضا على حكومة الرئيس هادي بعد كثرة وعودها بصرف المرتبات عقب نقل عمليات البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوات بدأ تأثيرها واضح على الميليشيا، لكن هذا التأثير طال أيضا المواطن الذي لم يتبقى له سوى الراتب لمواصلة البقاء في واقع تحيط به الحرب والمجاعة. نتوقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: لماذا تأخر صرف المرتبات؟ ومن هي الجهات المسؤولة؟ وما هي التبعات المترتبة على عدم استلام قطاع واسع من الموظفين لمرتباتهم حتى الآن؟ قبل البدء بالنقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير. بلغ السيل الزبا وضاقت أحوال الناس، وما تزال الميليشيا تدعوهم للصمود والتبرع، وقد صارت بطونهم خاوية، وذلك هو العجب بعينه الذي وصل إليه حال المواطنين في ظل حكم الميليشيا. عامان واليمنيون يعانون في غياهب الأزمات، بدءا من الحرب إلى المرض، حتى وصل الأمر إلى قوت يومهم ومعيشتهم. فبينما تنهش المجاعة أجساد المواطنين في الحديدة وتعز، تبدو الميليشيا عاجزة عن دفع مرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، أو هكذا تصور الأمور ظاهريا، بينما تعمد إلى صرف مرتبات أتباعها ومقاتليها في الخفاء. ينسحب الأمر على سلطة الشرعية أيضا بعد أن كثرت وعودها ومواعيدها بصرف المرتبات منذ قيامها بنقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن، وهو ما استبشر فيه الناس خيرا، كونه سيساعد في تقليص سلطة ونفوذ الإنقلابيين الذين سخروا موارد البلاد ومركزها المالي صالح مجهودهم الحربي. لكن هذه الخطوة طالت بآثارها المواطنين أيضا، خصوصا من أولئك الذين لم تبقي لهم الميليشيا شيئا سوى مرتباتهم لمواصلة الحياة. ينضم إلينا للبدء بمناقشة موضوع هذه الحلقة عضو المجلس المحلي في مديرية السلفية في محافظة ريما، دكتور محمد الجرادي. بداية أهلا بك دكتور محمد. حياك الله. لو بدأنا من الوضع المعيشي والاقتصادي الصعب للناس الذي يعيشونه الآن في ظل عدم صرف المرتبات، تقييمك لهذا الوضع؟ والله يا عزيزي الوضع مأساوي، يعني فتقول أنه معظم الناس كانوا يعتمدوا في دخلهم اليومي وفي حياتهم المعيشية على صرف المرتبات، لأنه كثير من المواطنين الآن لا يجدوا عمل، يعني السيولة النقدية انتهت تماما. فتقول انه اصحاب المحلات التجارية البسيطة، يعني تجار التجزئة، يعني رفضوا رفض كامل ان يعطوا اي مواطن، حتى الذي كانوا يعني يعطونهم من قبل الان ما عاد راح يعطوهم بسبب توقيف المرتبات، بمعنى انه الناس الان وضع معيش صعب جدا جدا جدا. هذا الوضع الصعب الناتج عن تأخر صرف المرتبات، من يتحمل مسؤوليته باعتقادك؟ والله يعني طبعا يعني كمسؤوليه مباشره تحمل المسؤوليه المباشره يعني الميليشيات الانقلابيه، بحيث انها اسقطت الدوله وانقلبت على مشروع الدوله. يعني المسؤوليه المباشره الاولى على هذه الجماعات التي تقول انها اسقطت الدوله وسيطرت على المؤسسات واصبحنا نعيش في اللادوله. ماذا عن حكومه هادي؟ الجزء الثاني من المسؤوليه تحمله ايضا حكومه الشرعيه، عندما يعني عملت على نقل البنك وهي غير قادرة على الإيفاء بوعودها تجاه الناس بتوفير مرتباتهم، يعني تتحمل أيضا جزء من المسؤولية كونها يعني بنقل البنك أو بقرار نقل البنك إلى العاصمة المؤقتة عدن، أصبحت الحكومة في مواجهة الشعب، يعني الشرعية الحكومة الشرعية في مواجهة الشعب، لم تهب وعودتها
التي أطلقتها على نفسها أنها ستوفي وستصرف مرتبات الناس. استمرار الحال فيما يخص تأخر صرف المرتبات باعتقادك دكتور ما الذي قد يترتب عليه؟ أولا من الناحية المعيشية سترتب عليه يعني أشياء كثيرة، يعني هناك أسر بكاملها يعني ستعاني من المجاعة، الأمراض، يعني إحنا الآن في فصل الشتاء وفي أمراض كثيرة، يعني الآن أصبحوا الناس لا يستطيعوا أن يحصلوا على 1000 ريال أو 500 ريال، ما بالك لو يعني مرضوا أو أطفالهم لو تعرضوا للأمراض يعني وأوبئة وغيره. يعني ناهيك عن الطعام، يعني الطعام الآن أصبح يعني كثير من الأسر لا يستطيعوا أن يوفوا بالتزاماتهم تجاه أبنائهم يعني في جانب الأكل اليومي أو الوجبة اليومية. شكراً. يعني إذا استمر قطع الراتب بهذه الطريقة فأكيد يعني الناس أولاً يعني ظروفهم العيشة بتكون صعبة جداً، وربما يدخلوا في مجاعات، خاصة بعض الأسر الكبيرة التي يعني لها راتب تقاعدي، يعني وتحصل الأسرة مكونة من 10 إلى 12 يعني فرد داخل البيت، يعني هذه الأسر ربما تعاني من الجوع ومن الفاقة. يعني في خلال هل جميع الموظفين لم يستلموا المرتبات أم هناك حالة استثنائية، يعني بعض الجهات استلمت رواتبها؟ ما فيش أي جهة استلمت مرتباتها باستثناء يعني العناصر الميليشياوية، هذه يعطوهم مرتبات يعني زي ما تقول مكافآت وليست مرتبات. أما الناس بشكل كامل لم يستلم أي جهة، لا المعلمين ولا الأطباء ولا يعني القطاع التقاعدي ولا العسكري، ولا لم يستلم أي جهة، لم تستلم أي مرتب على الإطلاق. شكرا جزيلا لك عضو المجلس المحلي في مديرية السلفية بريمة الدكتور محمد الجرادي. ينضم إلينا أيضا للنقاش في موضوع هذه الحلقة الكاتب والمحلل السياسي عبد الهادي العزعزي من تعز. أهلا بك أستاذ عبد الهادي. أهلا وسهلا أخي. أستاذ عبد الهادي، برأيك لماذا تأخر صرف المرتبات ومن يتحمل المسؤولية؟ أوضح الدكتور قبل قليل مسؤولية من أو متسبب في هذه الأزمة، من أساسها الميليشيات مسؤولة بدرجة أساسية، جماعة الانقلاب التي اعتقلت العاصمة والبنك المركزي والمؤسسات، وأيضا أدخلت البلد في دوامة حرب مما أدى إلى توقف الإيرادات، بل توقف حالة البلد بشكل عام. الآن ربما كنا خايفين في الفترة الماضية أننا قد ننزلق إلى مسألة مجاعة، لكن كانت الرواتب باعتبار أنها تتجاوز 80 مليار تغطي قسم كبير من هذه المسألة. كان الخطأ الكبير الذي ارتكبته الشرعية ممثلة برئاسة الوزراء عبر الدكتور خالد بحاح الذي وقع اتفاقا اقتصاديا بعيادية البنك، أي حيادية مع جماعة لا تدرك معنا كلمة الحياد إن لم تقم معي وقاضعا لي فأنت ضدي. طيب الآن تجاوزنا مرحلة حياد البنك المركزي، أواخر سبتمبر قامت حكومة الرئيس هادي بنقل عملية البنك المركزي إلى عدن، مر شهر ولم نشهد أي تحسن، بل هناك أزمة في صرف المرتبات. هناك أزمة في صرف المرتبات، هناك توقف لحال البلد بشكل عام. في الأساس هذه المرتبات ضعيفة وتعيش الناس بالكاد على خط الفقر، خصوصا للدرجات الدنيا، في حين كانت بنية المرتبات مضخمة في الدرجات العليا وما زالت في هذا الشكل. لكن على المستوى العام أعتقد أننا الآن أمام كارثة حقيقية، أمام مجاعة، في ظل أيضا تقلص مسائل المساعدات والدعم الإنساني والإغاثة بشكل عام، ما صرف ربما في المناطق التي أنا فيها الآن في العبرية إجمالا الجزء الجنوبي من تعز، وصلت دفعة متأخرة من برنامج الغذاء العالمي، ربما في الغالبية الذين حصلوا على جزء منها لا تتجاوز عن 25 كيلو من القمح كحد أعلى، وأيضا ربما لترين من الزيت وثلاثة كيلو من السكر وكيلو من العدس. هذه ما فاضت نهايات الأمم المتحدة مقابل نصف مليار دولار الذي تلقته متى برنامج الغذاء العالمي من دول الخليج مثلا. لكن الإشكال الحقيقي أن الحكومة إلى الآن لم تبدأ بعملية تحويل الإيرادات عمليا إلى البنك المركزي في عدن وإلى المحافظات المحررة وتشغيل إيراداتها الاقتصادية، وهذه أيضا إشكالية. مع الأسف الآلية لصرف المرتبات التي كان المفترض أن تتحملها إلى الآن إشكالية فيها. سأعود لك أستاذ عبد الهادي. ينضم إلينا الآن الدكتور محمد حلبوب عضو اللجنة الاقتصادية العليا. دكتور محمد،
بالنسبة لعملية تأخير صرف المرتبات وتحميل المسؤولية في هذه العملية، الدكتور محمد الجرادي والأستاذ عبد الهادي العزعزي ربما اتفقا في موضوع أن الميليشيا قد تتحمل المسؤولية الأكبر، لكن أيضا حكومة الرئيس هادي وحكومة بن دغر هي تتحمل مسؤولية في عملية تأخير صرف المرتبات. الحكومة سواء أحمد بن دغر أو الرئيس هادي كانوا التزموا بأنهم سيفوا بكل الالتزامات المتعلقة بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة، حتى الآن لا مرتبات، ما الذي يمنعهم من الإيفاء بهذه الالتزامات؟ السلام عليكم. أعتقد بأن محافظ البنك المركزي الأستاذ منصر القعيفي قد أوضح وأعلن ووضح بأن البنك المركزي في عدن لن يكون جاهزا لصرف المرتبات قبل نهاية شهر 12 من هذا العام، وبالتالي هنا المسؤولية موجودة فعلا، ولكن التوقيت هو قد أوضح المحافظ البنك المركزي، وإن كانت هناك مسؤولية يتحملها حكومة الشرعية فهي في تأخير نقل البنك المركزي منذ فترة طويلة. يعني هذا خبر سيء الآن دكتور محمد، هذا خبر سيء للمواطنين ولموظفي الدولة، إذن لن تكون هناك رواتب حتى نهاية العام. هناك مسؤولية لكل صاحب سلطة، كل صاحب سلطة يمتلك سلطة لديه عليه مسؤولية. مسؤولية الانقلابيين هو تسديد الرواتب حتى ينتقل البنك المركزي. إلى الآن لا تزال الإيرادات تأتي إلى فرع البنك المركزي في صنعاء، كانت إيرادات الجمارك في الحديدة، وكانت إيرادات الغاز من المأرب، أو كانت إيرادات الضرائب من الشركات الاتصالات وغير الاتصالات، وكذلك الجمارك، وكذلك الضرائب من التجار ومن المراكز الرئيسية للتجارة ومن المراكز الرئيسية للشركات الموجودة في صنعاء. عندما تتحول هذه الضرائب إلى مقر البنك المركزي في عدن حينها يمكن صرف المرتبات. هذا العملية تتطلب فترة لا تقل عن 3 أشهر، يتم خلالها تجهيز الجوانب الفنية، يتم خلالها أيضا تجهيز الجوانب المختلفة وآلية الصرف وكيفية التعامل عبر البنوك التجارية. قبل هذا الوقت لا أعتقد أن هناك إمكانية، ولكن هناك أموال لا تزال الآن تذهب إلى فرع البنك المركزي في صنعاء، هذه الأموال لا تقل عن 30 مليار، يجب أن يتم صرف الرواتب منها وإعطاء أولوية للموظفين المدنيين والعسكريين الذين لا يشاركون. 30 مليار غير كافية، نتحدث عن 75 مليار هي مرتبات الموظف. أنا أتحدث عن 30 مليار هي كافية للجهاز الإداري والعسكري الغير مشارك الموجود في صنعاء الذي يشرف عليه البنك، لكن هناك مصروفات تتم من فرع البنك المركزي في مأرب، وهناك في حضرموت، وكذلك في عدن. فكل صاحب سلطة يجب أن يكون لديه عليه مسؤولية دفع الرواتب لمن يقع تحته. أي جهة هي صاحبة السلطة كانت في عدن فإن السلطة توجد في السلطة المحلية. طيب بالنسبة لبن دغر والرئيس هادي عندما قطعوا التزاماتهم، سواء هذه الالتزامات أمام المؤسسات النقدية العالمية أو أمام وسائل الإعلام، عندما قطعوا هذه الالتزامات بأنهم ملتزمين بدفع مرتبات موظفي الدولة، لم يكونوا يدركوا ما يقوله منصر القعيطي بأن العملية تحتاج إلى 3 أشهر حتى يبدأوا بصرف المرتبات؟ الحكومة الشرعية فعلا تأخرت في نقل البنك المركزي، وتأخرت كثيرا، والسبب الأساسي هو إخفاء البنك المركزي في صنعاء استهلاكه ل 400 مليار ريال كانت موجودة في البدرومات. كانت هناك احتياطيات من العملة المحلية تصل إلى 400 مليار موجودة في بدرومات البنك المركزي. أخفت، وأنا أؤكد بأن الانقلابيين أخفوا أنهم قد استخدموها، أما من خلال نهبها أو من خلال صرفها لا أحد يدري، وذلك
لانقطاع التقارير الشهرية التي كان يصدرها البنك المركزي في الأشهر المختلفة. طيب سأعود لك دكتور محمد، أعود مرة أخرى للأستاذ عبد الهادي العزعزي. أستاذ عبد الهادي، الميليشيا وتحالف الانقلاب في صنعاء حتى يبعدوا عن أنفسهم مسؤولية تأخر صرف المرتبات، جاء هذا التصريح على لسان رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي في صنعاء صالح الصمات، قال أن خطوة نقل عملية البنك المركزي أربكت الوضع الاقتصادي، وأن لتأخر صرف المرتبات هي تبعة من تبعات عملية نقل البنك المركزي إلى عدن. إلى أي حد ربما قد يكون هذا الكلام مقبول من قبل البعض ويحظى بتصديق البعض من المواطنين؟ هذا الكلام غير منطقي وأيضا لا يصدق، لأن سبق للبنك المركزي أن حدد أنه يستطيع دفع الرواتب إلى نهاية العام 2016، بمعنى أن هنالك مبالغ كانت موجودة من العملة المحلية ولا علاقة لها لا بالإيرادات ولا بالنقل. هذا أولا، باعتبار ال 400 مليار هي الآن نحن نواجه مشكلة في كل من شهر 9 يعني و10 و11 و12 أربعة أشهر من 75، يعني المسألة لا تتجاوز حوالي 300 مليار، فيظل هنالك 100 مليار فائض. أين ذهبت هذه الأموال؟ هذه الأموال جرى السطع عليها والسيطرة عليها من أجل استمرار تمويل الجبهات وعمليات الميليشيات وحركتها، وبالتالي يظل هناك فائضا قد 100 مليار لجأت الجماعات، جماعات الانقلاب إلى تغطية لهذه العملية، لتغطية عملية النهب. طلبت في التبرعات، كم مقدار التبرعات التي يمكن أن تدخل إلى البنك؟ أيضا أين العملات الصعبة الموجودة في البنك؟ من جانب آخر هذه مسؤولية الجماعات بحسب التفويض الاقتصادي ببقاء البنك محايدا في الفترة الماضية، عليهم تحملها، وهذا الكلام هو جزء طيب من عملية حديثك. أنت الآن استشهدت بتصريح سابق ربما كان صادر عن البنك المركزي في صنعاء عندما أعلنوا عن أن الرواتب متوفرة حتى نهاية عام 2016 وأنه ما زال هناك متبقي 400 مليار، لكن هذا الكلام كان قبل أن تتم نقل عملية البنك المركزي إلى عدن، يعني كأنه تم نقل البنك ومن ثم المطلوب من الميليشيا أن تستمر في دفع الرواتب. الآن العملية إجمالا لم يتم نقل البنك عملية ما لم تتحول الإيرادات كاملة باتجاه محافظة عدن إلى البنك المركزي عدن، ويتم أيضا إرسال شفرة مع المرتبات التي ما زالت محتكرة مع البنك المركزي. البنوك المركزية، فروع البنوك المركزية في المحافظات مثلا كمحافظة حضرموت أو شبوة أو أيضا محافظة نارف أو عدن يمكن أن تفي بمتطلبات هذه المحافظات، لكن تظل المحافظات الأخرى ما زالت فروع البنك فيها هي المسؤولة عن هذه العملية، وهي أساسا خطأ كبير كون السلطة تتكون من 3 أجزاء، من جانب مالي وجانب عسكري وجانب إداري بشكل عام أو جانب إدراجي. لكن كانت عملية تكتكة الانقلاب كانت يجب أن تقتضي في البداية عملية نقل البنك. على الحكومة أن تحاول قدر الإمكان وبكافة الوسائل والطرق تغطية هذا العجز، باعتبار أنها تصدرت المشهد سواء كانت جاهزة أو غير جاهزة، أيضا على التحالف وعلى داعمي الشرعية الوفاء في مسألة ضخ أكثر قدر ممكن من المساعدات خلال هذا. طيب أستاذ عبد الهادي، على الحكومة الشرعية تغطية هذا العجز، الآن هناك توجيهات رسمية تصدر بالإيرادات من عديد من المناطق الحيوية وذات الإيراد أن تورد إلى البنك في عدن، هل كل هذه الإيرادات قد تكون قادرة على تغطية مرتبات موظفي الدولة؟ في الأصل مع الأسف الشديد الحكومة الشرعية لا زالت إلى الآن عاجزة عن تشغيل حتى الموانئ وتشغيل عدن بالحد الأدنى. ميناء عدن لا يشتغل بتلك الكفاءة التي كان مفترض أن يتم فيها هذا العمل، أيضا مشكلة الاقتصادية في عدن مشكلة متفاقمة ومركبة، مشكلة المصافي، مشكلة شركة النفط، مشكلة الجانب الإيرادية، مطار عدن، المسائل الأخرى، هناك حالة حصار تفرضها بعض وسائل المقاومة على عدن أيضا، مثلا اليوم كميات ضخمة جدا من النفط الذي تستورده
شركة المصافي يدخل إلى محافظة تعز والمناطق المحررة منها عبارة عن تهريب. طيب ساعود لك أستاذ عبد الهادي العزعزي، ساعود لك استأذنك فقط بالذهاب إلى الدكتور محمد حلبوب. دكتور محمد، إذن عديد من المشاكل تواجهها حكومة الرئيس هادي وعدم تفعيل الكثير من الجهات الإيرادية حتى يتم توريد العديد يعني مبالغ مالية لتغطية مرتبات الدولة. التعويل الآن على ماذا؟ هناك حديث عن 400 مليار تطبع في روسيا، ربما قد يستغرق وقت طباعتها 10 أسابيع. أيضا هناك توجيهات آخرها اليوم كان صادر عن شركة الغاز أن تورد إلى مأرب. هل هذه المعالجات هي قادرة ويمكن التعويل عليها في إنهاء الأزمة؟ لا يوجد حل سوى بخضوع فرع البنك المركزي في صنعاء لسلطة البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن. يعني بدون هذا الخضوع والالتزام وتوجيهات البنك المركزي في عدن لم يتم حل مشكلة الرواتب. دكتور محمد، عن أي خضوع تتحدث؟ الآن يقال أن البنك المركزي في صنعاء لم يعد إلا مبنى فقط، نقلت كل الصلاحيات والقرارات. البنك المركزي في صنعاء الآن لا يزال يمارس مهامه بشكل منفصل تماما وكأنه دولة منفصلة، لا تزال ميليشيا الحوثيين هي المسيطرة، قراراتها هي التي تسير منعها للحديث. من يمنع البنك المركزي في صنعاء أن يرسل كشوفات، أن يرسل قاعدة البيانات إلى عدن؟ من يمنع البنك المركزي في صنعاء إعطاء يعني المعلومات الكافية كم هي الإيرادات التي حصل عليها خلال الشهرين الماضيين؟ من يمنع البنك المركزي في صنعاء أن يستخدم الأموال التي تم جمعها من خلال التبرعات لدفع المرتبات؟ هذه مشكلة الحكومة الشرعية دكتور محمد. محمد بن همام كان يمثل الحكومة الشرعية في صنعاء، قاعدة البيانات وكل الأمور التي تتحدث عنها كان المفروض أن تكون هناك نسخة لدى حكومة الشرعية في الرياض قبل أن تقوم بنقل العمليات إلى عدن. البنك المركزي منذ أكثر من 10 سنوات كان يفترض أن يضع هناك نسخة من البنك المركزي، ولكن المركزية الشديدة والسرية ويمكن الفساد هو الذي كان يمنع نقل نسخة من قاعدة البيانات إلى السلطة المركزية. وأنا أقول حتى ولو تم وصول إيرادات من طباعة الأموال من روسيا فإنها لن تصرف أي مرتبات لأي محافظة لا تعطي إيرادات. إلى الآن محافظة أبين لا تصرف لها المرتبات لأن إيراداتها لا تورد إلى البنك المركزي في عدن، وبالتالي أي فرع لبنك مركزي لا يورد إيراداته إلى البنك لن تعطى نفقات له. ما هو المطلوب؟ المطلوب من الموظفين أن يتابعوا الجهات التي يعمل لديها. كل موظف يعمل لدى جهة هي المسؤولة له عن راتبه. دكتور محمد، يعني أنت الآن تطالب موظفي الدولة أن يعملوا محصلين يعني؟ لا، أنا أطالب موظفي الدولة أن يتابعوا مرتباتهم لدى الجهات التي تمتلك السلطة. لا يمكن أن يكون السلطة للحوثيين والرواتب يدفعها عبد الرب منصور. هذا كلام غير معقول وغير منطقي. يجب أن تكون السلطة تتحمل مسؤولية. إذا لم تورد محافظة صنعاء الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن فلن تصرف الرواتب لهم، هذه حقيقة معروفة. لكن يا دكتور محمد، مشكلة الرئيس هادي أنه يقول أنه رئيس شرعي لكل اليمنيين يعني. نعم رئيس شرعي، ولكن الذي لا يورد إيراداته لا يتم الصرف له. طيب هذه النقطة واضحة. أنتم في اللجنة الاقتصادية العليا كيف تتابعون تبعات ما قد يترتب عليه عملية تأخير صرف المرتبات؟ هذه الحالة من الغليان إلى أين يمكن أن تصل تأثيراتها على موقف الشرعية أيضا؟ اللجنة الاقتصادية العليا هي الآن متوقفة تماما عن مهامها، لا تمارس مهامها، انتهت مهامها مع طرد الحوثيين للحكومة وطردهم للرئيس من صنعاء. توقفت عمل اللجنة الاقتصادية بعدها بشهر تقريبا، وبالتالي لا تمارس أي مهامها. الآن المشكلة الأساسية أنه كل صاحب سلطة يجب أن يكون مسؤول عن الجهات التي تقع تحت سلطته.
لا يمكن أن تكون السلطة في الجهة والمسؤولية في جهة أخرى. في محافظة أبين لم يسددوا الإيرادات وبالتالي لن يحصلون على النفقات. هذه قاعدة معروفة بأنك لا يمكن أن تحصل على نفقات وأنت لا تغسل الإيرادات. يعني عصر اللف والدوران والصعلكة لا يمكن أن تستمر. لا يمكن أن تستمر أن يقوم الإنقلابيون بفرض إرادتهم، أنتم سددوا للموظفين ونحن بنسدد الأموال التي نجنيها تذهب إلى يعني أصحابنا، إلى اللجان الشعبية أو إلى اللجان الشعبية وإلى الجيش الذي يقاتل الجيش العائلي. لا يمكن هذا الكلام أن يتم. أشكرك جزيلا دكتور محمد. ومسؤولية، هناك سلطة وهناك مسؤولية. أنت الشخص الذي يعمل لدى جهة، الجهة التي يعمل لديها هذا الشخص هي المسؤولة عن راتبه. شكرا جزيلا لك دكتور محمد حلبوب عضو اللجنة الاقتصادية العليا. أعود مرة أخيرة للأستاذ عبد الهادي العزعزي الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ عبد الهادي، إذا كان لك من تعليق على حديث الدكتور محمد حلبوب، وأيضا الآن نتحدث عن معركة اقتصادية أبرز أدواتها ربما تأخر صرف المرتبات، التبعات بالنسبة لك كيف تنظر لها؟ التبعات ربما تكون كبيرة جدا على مستوى الداخل لآلاف من هؤلاء الذين لا يتقاضون رواتبهم. يتكلم الأستاذ محمد حلبوب عن محافظة أبين، محافظة محررة. هنا حالة عزز من قبل المحافظة ومن قبل الجيش والأمن الذي حرر هذه المحافظة. لماذا لا يتم تشغيل هذه المحافظة؟ لكن عندما أتكلم عن محافظة إب ومحافظة تعز، محافظة تعز البنك المركزي لا زال في منطقة التماس، أي أن عملية الدوام والحركة داخله مستحيلة. لماذا لا يتم فتح فروع للبنك في المناطق المحررة مثلا في المديريات، أو فتح فرع للمديريات المحررة وبالتالي تحويل الإيرادات إليها؟ الحركة تقتضي حركة من الحكومة وحركة من المحافظة على مستوى الداخل. المعركة الاقتصادية كبيرة. إذا أردنا تفكيك الجيش الذي يسيطر عليه الانقلابيين فيجب أن تصرف رواتب هذا الجيش من العاصمة عدن للشرعية وبالتالي الناس تستعطش في الراتب. هذا الكلام قلناه منذ سنتين ونحن نقرر هذا الكلام. كنا نقول يجب نقل البنك المركزي. البنك المال هو السلطة. عندما يشعر الموظف في المحافظات الشمالية التي تحت سيطرة الحوثيين. طيب الدكتور محمد حلبوب يتوقع استمرار هذه الأزمة إلى نهاية العام، لأن هناك إجراءات فنية لابد منها حتى يبدأ البنك المركزي في عدن بممارسة مهامه، وهو استشهد هنا بتصريح لرئيس أو لرئيس البنك المركزي القعيطي. إذا ما وصلت الأمور إلى نهاية العام، كيف تتوقع التبعات؟ يعني ما الذي يعني موقف الناس، موقف موظفي الدولة وخصوصا حكومة الشرعية بعد أن قطعت العديد من الالتزامات بأنها تتحمل مسؤولية صرف المرتبات سواء في المناطق الخاضعة لسيطرتها أو خارج سيطرتها؟ المواطنين في كافة المناطق أنهكوا على مدار أكثر من 4 سنوات في ظل أزمات النفط، حين كان يبلغ سعر مثلا 20 لتر من البترول أو الديزل الذي يستخدمه الناس بشكل يومي وصل إلى 20,000 وإلى 15,000. استنفذت كل مدخرات الناس. هذا مجتمع فقير ومفقر. إذا لم يتم فنحن أمام مجاعة. هل يعي الجميع ما معنى كلمة مجاعة؟ وأيضا بالمقابل تعاني أغلب المناطق بالذات المحررة من عدم تفعيل مسألة الإغاثة التي تحولت إلى عمل انتقائي. ومع الأسف الشديد برنامج الغذاء العالمي أو غيره لا زال تحت سيطرة الانقلابيين حتى في المناطق المحررة. مجموع المندوبين والقائمين على مسألة التوزيع يتم تحديده من مكتب صنعاء ومن الجماعات الموالية للميليشيات. ربما هذا الموضوع نتيح له فرصة للنقاش في حلقة قادمة من زاوية الحدث. شكرا جزيلا لك. لكن نحن أمام عليهم العمل بكافة الأساليب بتفعيل فروع البنك المركزي، تفعيل العاصمة الاقتصادية عدن والسواحل الجنوبية وتحديد هذه المناطق، تحويل الإيرادات الكبيرة من النفط والغاز وغيرها من الإيرادات وتحصيل الإيرادات الأخرى وفتح فروع. إذا لم يتسنى فتح المناطق المحررة عبر البنك المركزي تفتح الباب للبنك اليمني لإنشاء التعليق،
ينشا حساب للحكومه على ان يكون هذا البنك اليمني لانشاء التعمير هو من يفترض المعنيين بالشان المالي ان يكونوا مدركين بكل هذه الخطوات والاجراءات. شكرا جزيلا لك استاذ عبد الهادي العزعزي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من تعز، وايضا الشكر موصول لكل من شارك ضيوف هذه الحلقه من زوايا الحدث. في الختام تحيه طاقم البرنامج ومعد هذه الحلقه مهر ابو المجد.